السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم عن درس جديد، درس جميل. الدرس اللي كان بيتكلم عن قصة، القصة دي خاصة بأحد الخلفاء الراشدين، كان واحد من الصحابة بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد أصحاب النبي. الصحابي ده كان اسمه الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. من هو الفاروق؟ كان سيدنا عمر بن الخطاب. طب القصة دي تتناول وتتحدث عن شيء من صفاته. ايوه، الشيء من صفاته ده هو تواضع سيدنا عمر ابن الخطاب وعدله. طيب ازاي اتكلم عنها، او ازاي ايه القصه دي؟ النهارده هنوضحها باذن الله. اولا القصه دي اسمها تواضع سيدنا عمر. لمين؟ للشاعر حافظ ابراهيم. الشاعر ده تخيل كده تواضع سيدنا عمر، جابه في قصه خياليه او حقيقيه الله اعلم. المهم ان القصه عندنا تتلخص في شيء جميل. الشيء ده فرق بيظهر لي ايه شكل الغرب معايا، وايه شكل الناس اللي هم المسلمين، ايه شكل الناس بتوع اوروبا في التعامل، وايه شكل المسلمين. الاسلام حث على ايه، شجع على ايه؟ طيب نبدأ القصيدة بتقول ايه. اولا ظهر قدامنا، نغني اول مع بعض. وراء صاحب كسرى ان رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى مانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. يبقى دي القصيدة غنيناها كده مع بعض، وقلناها وأنشدناها مع بعض. طب الوقت بقى نبدأ نوضح كل القصيدة بسرعة. نبدأ نفوق. أولا القصيدة اللي بتتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب، جاله واحد، الواحد ده واحد أرسله برسالة. اللي أرسله برسالة ده كان اسمه ملك الفرس. ملك إيه؟ الفرس. الفرس دي بلاد كبيرة جدا، وبيتقال حاليا على إيران. يبقى الفرس هي يطلق على مين دلوقتي؟ هي إيران. الفرس دي كان عندنا أيام زمان كان العالم منقسم قسمين، حكمين، حكم تحت الفرس وحكم تحت الروم. الروم اللي هم يعتبر حاليا أوروبا، أما الفرس هو كان الشرق وهو حاليا تحت ايران. طيب عندنا الوقت كان ملك الفرس ده ارسل رسوله، ارسل الراجل بتاعه، ارسل واحد من عنده، جندي من عنده، بنقول عليه رسول لانه مرسل برساله، ارسل جنديا او ارسل احد جنوده الى سيدنا عمر بن الخطاب، وكان خليفه المؤمنين. طيب سيدنا عمر بن الخطاب او الرسول قال له ازاي؟ قال الرسول قال له لا تحت الشجره. طيب نبدا اولا هنتكلم كده، نقسم كده القصيدة معانا. في هنا وراع صاحب كسرى، صاحب كسرى، قلنا ان احنا عندنا في ملك الفرس كان اسمه كسرى. ملك الفرس كان اسمه ايه؟ كسرى. طيب صاحب كسرى لما جال سيدنا عمر بن الخطاب، جه صاحب كسرى قدامي اهو، اول ما جال سيدنا عمر بن الخطاب لان تحت الشجره. طب كيف رآه؟ اولا هنا بيقول له وراع صاحب كسرى. راع معناه ايه؟ اعجب وادهش، يعني رأى معناه ايه؟ اعجبه ودهشه. ادهش صاحب كسرى ان رأى عمر. كسرى من هو؟ ملك الفرس، وجمع كسرى اكاسر. ورأى صاحب كسرى ما الذي ادهشه؟ انه رأى عمر.
عمر من هو سيدنا عمر بن الخطاب. كيف رأى عمر بين رأى عمر بين الرعية عطلا وهو رعية. من هم الرعية؟ هم المحكومين. بيقول هنا أنه رأى عمر بين الرعية بين المحكومين بين الشعب عطلا وهو رعية. وهو رعية يعني هو الملك، رعاها يعني ملكها. طب عطلا يعني يعني خاليا من الحراس والزينة. يبقى صاحب كسرة الرجل الدين ده الرسول ده جاء لسيدنا عمر الخطاب لقى نايم تحت الشجرة، لا عطلا خاليا مش ما فيش معاه لا حراسة ولا معاه زينة. طيب ايه اللي سبب الدهش يعني خلاص؟ طيب هل اي واحد من المسلمين كان بيحكي للايه بيندهش؟ لا، الا انه كان عهده بملوك الفرس كان بيفتكر عهده، كان يتذكر ويفتكر ويتفكر. وكان عهده بملوك الفرس ان لها، كان منهم ملوك الفرس، صهرا من الجند والاحراس يحميها. زي كده كان ملك الفرس يبقى واقف جنبه صور كبير، عدد كبير من الجنود كانهم يشبهون الصور. يبقى وعهده لماذا اندهش؟ لان عهده بملوك الفرس ان لهم صهرا من الجند من الجنود والاحراس اللي هم الحراس يحميها. يبقى هنا سبب الدهشة. يبقى هنا بنتكلم عن مقارنة بين سيدنا عمر بن الخطاب وملوك الفرس، وهو ده الذي وهذا السبب هو الذي أدهش رسول كسرى. نيجي على الجزء اللي بعد كده. رسول كسرى ده لما كان سيدنا عمر ابن الخطاب كيف رآه؟ وهنا ما الهيئة التي كان عليها سيدنا عمر الخطاب؟ قال هنا رآه مستغرقا، بعدما رآه خاليا من الزنا والحراس رآه مستغرقا في نومه. رآه نائم يعني مستغرق. شوف بيقول لك ده انت نايم نوم جامد، فمستغرق معناها نائما نوما عميقا. يبقى رآه بعدما رآه عطلا بينما بعدما رآه خاليا من الزنا رآه مستغرقا، رآه نائما نوما عميقا في نومه. طب انت لما تكون نايم نوم عميق يبقى انت كده خايف من حاجة؟ لا. ألف عندما رآه سيدنا عندما رأى سيدنا عمر الخطاب مستغرقا في نومه رأى فيه الجلالة، لاحظ فيه الجلالة. إيه الجلالة؟ العظمة. إيه هي الجلالة؟ العظمة. رأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. أسمى يعني أفضل. طب معناها يعني صورها. يبقى رآه مستغرقا في نومه، رآه نائما نوما عميقا، فرأى فيه الجلالة العظمة. طب عكس الجلالة الحقارة الوضاعة. رأى فيه الجلالة في أسمى أفضل. طب عكس أسمى أدنى اللي هو قاعد في المرتبة الأدنى المنحطة في أسمى معانيها. طب أين كان نائما؟ أو فوق؟ كان نائم فوق إيه؟ فوق. رأاه نائما فوق الثرى. إيه هو الثرى؟ هو التراب الندي، يعني الندي المبلل. عارف الرملة كده اللي عند البحر اللي في الشط تبقى زيها. رآه نائما فوق الثرى، فوق التراب المبلل. رآه نائما فوق الثرى، يبقى على الأرض اللي قدامنا دي أرض الشجرة دي. رآه نائما فوق الثرى تحت ظل الدوح. تحت ظل إيه؟ الدوح. طب الدوح هو إيه؟ هو الأشجار الكثيفة ملتفة الأغصان. يبقى أشجار كده كلها، يعني الشجرة اللي قدامنا دي نتخيل كده أكتر من شجر، خمس ست شجرات جنب بعض. رآه نائما فوق الثرى، فوق التراب المبلل الندي تحت ظل الدوح. الدوح قلنا هو شجر كثيف الملتف مشتملا ببردة. سيدنا عمر كان مشتملا ببردة، يعني إيه مشتملا؟ قال لي عارف اللحافة ما أنت تتلف كده بيه البطانية؟ آه. يبقى مشتملا معناها ملتحفا ببردة. طب هي البردة هي الثوب القديم، وثوب مخطط كالعباءه اللي هي العبايه اللي بنلبسها. رآه نائما فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ملتحفا ببرده كاد طول العهد يبليها. كده يعني اقترب. قال لي ان سيدنا عمر الخطاب ده كان لابس ثياب قديم جدا، كان العهد الزمن جه عليه وخلاص بيقطعه. كاد طول العهد يبليها، يعني ايه يبليها؟ يعني يزيلها، يفنيها، ينهي عليها. طب عكس يبليها يجددها. طب عندما رآه مستغرقا في نومه ورآه فوق نائما فوق الثرى ايه اللي حصل؟ قال احنا مش الراجل ده الرسول بتاع كسرى ده كان بيقعد يعظمه هناك ويا فخامة الملك وكده. اه. طب لما لقى خليفة المؤمنين كلهم، خليفة المسلمين، لقى كده هيعمل ايه؟ ايه نظرته قصاد او تجاه
ملك الفرس، ألف هان في عينه هان احتقر، فهان في عينه ما كان يكبره. يعني إيه يكبره؟ يعظمه ويعلي شأنه ويقدره. طب عكس يكبره أو يكبره يحتقره. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر، ملوك الفرس والدنيا بأيديها والسلطات بأيديها. ومعنى الدنيا بأيديها أنهم كانوا ملوكا أقوياء مسيطرين. يبقى عندنا رآه مستغرقا، بعدما رآه مستغرقا في نومه، رآه نائما فوق الثرى، رآه متواضع أوي. وقتها هان في عينه، يبقى أول حاجة كان الصفة بتاعتنا كيف رأى سيدنا عمر الخطاب رآه مستغرقا في نومه. تاني حاجة كان مشتملا ببردة كاد طول عهد يبليها. طب لما انت تكون نايم نوم مطمن، معنى كده ان انت ايه؟ نايم نوم تقيل، معنى كده ان انت خايف من حاجة؟ لا، لان انت لو خايف زي ما تكون مثلا عندك امتحان ما بتنامش. فاحنا عندنا مستغرقا في نومه تدل على الاطمئنان، اما مشتملا ببردة قديمة تدل على التواضع، ان هو مش كل شوية بيروح يجيب طقم جديد او لابس زينة عشان يدل ان هو الحاكم. لا، سيدنا عمر الخطاب كان متواضع. وعندما رأى سيدنا عمر الخطاب مستغرقا في نومه، رآه مشتملا ببردة، عمل ايه؟ قال لي احتقر ملوك الفرس. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ ايه الفكرة اللي نقدر نقولها على ده؟ قال العظمة في الزهد والتواضع. العظمة في ايه؟ في الزهد والتواضع لسيدنا عمر ابن الخطاب. نيجي على الجزء الاخير اللي معانا. طب بعد هو ما اندهش، بعد ما اتعجب من سيدنا عمر، بعد ما شاف تواضعه، بعد ما احتقر ملوك الفرس، هيبدأ هل مش هيقول في حقك سيدنا عمر كلمة حلوة؟ لا، هيقول. فنبدأ هيبدأ يمدح سيدنا عمر ابن الخطاب. فقال: أمنت لما أقمت العدل بينهم؟ قلنا إن هنا إنهم عمك دل على الأمان والاطمئنان، فبيقول لنا أمنت، جاي من الأمان، اطمأننت. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هنيها. أقمت العدل يعني إيه؟ بيقول لنا أنت أمنت، يعني اطمأننت لما أقمت العدل. يعني إيه أقمت؟ حققت العدل بينهم. فأول حاجة إن هو أقام العدل سيدنا عمر الخطاب، فمنحه بإقامة العدل. أمنت لما أقمت العدل يعني إيه أقمت؟ حققت. طب عكس أقمت، أزلت، هدمت. أمنت لما أقمت العدل بينهم، طب إيه اللي حصل بعد كده؟ فنمت نوم قرير العين هنيها. فبعد أنت ما أقمت العدل حققت العدل، نمت نوم قرير العين. يعني ايه قرير العين؟ سعيدا، هنيئا، مسرورا، هانيها معناها نفس الكلام. طبعا عكسها حزين، تعيس. امنت لما اقمت العدل بينهم، يبقى اول حاجه ملحوه بانها حقق العدل. تاني حاجه بيقول له: يا رافعا رايه الشورى وحارسها. بيقول سيدنا عمر: يا رافعا، يعني يا معلنا، يا معليا، رافعا رايه الشورى. راية الشورى، ايه هي الشورى؟ راية اولا معناها راية الاستسلام، معناها علم الاستسلام. فمعنى راية، راية مصر يعني علم مصر. راية الشورى يعني ايه الشورى؟ الشورى دي هي التشاور والاخذ برأي الاخرين. يبقى الشورى هي التشاور والاخذ برأي ايه؟ الاخرين. طب عكس الشورى ايه؟ ان انت تشارك الناس كلها في رأي، ان الاستبداد، ان انت تستبد برأيك. يا رافعا، يا معليا، راية الشورى وحارسها. وحارس يعني حارسها، محافظا عليها. جزاك ربك خيرا عن محبيها. جزاك ربك خيرا، ده هنا دعاء من رسول كسرى لسيدنا عمر الخطاب، بان بيدعو ان ربنا عز وجل يجزيه خير، يثيبه خيرا ويكافئه. جزاك ربك خيرا عن محبيها. هل ما فيش حد بيحب التشاور، ان انت تحترمه؟ لا، ده كله بيحبها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جمع راية ايه؟ ايوه، رايات. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به. رأي الجماعة، رأي التصور ده، لا تشقى البلاد به. يعني لا تشقى، لا تتعب وتضل البلاد به. رأي الجماعة اللي هو التصور، لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف او رغم الخلاف، على الرغم ان انت تختلف تقول رأي مخالف للآخر وكده، ولكن رأي الفرد يشقيها. يعني يشقيها، يهدمها ويتعبها. طب عكس الخلاف ايه؟ بيقول لي رغم الخلاف، عكس ان انت تختلف مع التاني
ايوه انك تتفق معاه، في عكس الخلاف الاتفاق. يبقى تاني حاجه مدحوا بيها انه طبقوا مبدا التشاور، وجايب لكم صوره بتدل على التشاور ان عندنا جماعه قاعدين كل واحد بيقول رايه. طب هنا نقدر نقول ايه؟ نقول ان العدل اساس الملك، او ان العدل اساس الملك. يبقى هنا اتكلمنا عن ماذا رأى رسول كسرى، ماذا او هل مدح سيدنا عمر بن الخطاب؟ نعم مدحه، لانه تأثر به، رأى منه التواضع ورأى فيه الجلالة. يبقى هنا يا رب تكونوا فهمتوا كده، وعايزكم تذاكروا وتشد حيلكم. ربنا يعينكم حبيبي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.